ستعود الفائدة على المواطن. أولاً اليوم احنا متواجدين بولاية هي بوابة الجنوب الغربي للبلاد، ومنطقة عبور بامتياز، يعني كل شيء يهبط الولاية تاع أضرار وتندوف وبشار والنعامة والبيض كامل يفوت عن طريق ولاية السعيدة، يعني عندها ثقل كبير تحت الحركة تاع البضائع اللي جاية من الجنوب واللي جاية والهابطة من الشمال. ولذلك خصها برنامج محطة الشروق الجمهورية بعناية عن طريق بعدين. البعد الأول حينما خصها بغلاف مالي فيه 37 مليار دينار جزائري يسمح بالتكفل بأهم المحاور داخل الولاية. والمحور الثاني حينما وضعها على المسار تاع الطريق أو السكة الهضاب العليا موجودة هي على هذا المسار لينطلق على مسافة 1161 كيلومتر من أقصى شرق البلاد إلى أقصى غربية. هذا هما البعدين، وهنا تبرز العناية تاع برنامج فخامة رئيس الجمهورية لهذه الولاية. الولاية كذلك تتطلب عناية أكبر لأنها فيها طرق عابرة، خاصة طريق الوطني رقم 6، طريق الوطني رقم 104، طريق الوطني رقم 90، طريق الوطني رقم 93، رقم 94. إذن كثير من الطرق الوطنية اللي مربوطة بالموانئ تاع الغرب بتمول جنوبنا، خاصة الجنوب الغربي تاع البلاد. البرنامج يسمح كذلك بالتكفل ليس فقط بالطرق الوطنية لفوق الكيلومترات تاعها أكثر من 400 كيلومتر، من جملة شبكة فوق 1700 كيلومتر داخل الولاية، ولكن وجه العناية نتاعو كذلك إلى الطرق البلدية والطرق الولائية. وحنا اليوم أمام عينة من مجهود تاع الصيانة وإعادة الاعتبار للطرق الولائية في الطريق الولائي رقم 103 اللي يربط هذه المنطقة الغربية اللي معروفة بكثافة المجمعات السكنية خاصة الريفية المرتبطة بالفلاحة ومرتبطة بالرعي، وتمارس اقتصاد جواري محلي يمثل مدخول كبير حينما تكون الطرقات وتكون وسائل المبادلات بينهم بين مقر الولاية مضمونة. إذن جهد برنامج فخامة رئيس الجمهورية لم يقتصر فقط على المحاور الرئيسية من الطرق الوطنية، بل خص كذلك الطرق البلدية والطرق الولائية ببرامج للصيانة. اليوم هذه الزيارة سمحت لنا كذلك باش سويا مع السلطات المحلية ومع المنتخبين ومع المواطنين عموما أن نحصر ما هي أولويات الولاية في الأفاق الأخرى. أولويات الولاية واضحة للعيان، لابد أن إن شاء الله وفق توفر الإمكانيات المالية أن نتكفل بالطريق الوطني رقم 6 في ازدواجيته، سواء في اتجاه معسكر أو باتجاه البيض، لأن هذا الطريق فيه 17,000 مركبة يوميا، فيه عبء كبير، يسجل حوادث مرور مميتة على مستوى هذا المحور الكبير. وإحنا اتفقنا سواء على مستوى البرامج القطاعية خلال أشغال التحكيم أو على مستوى البرامج المركزية نوجه المجهود نتاعنا نحو ازدواجية هذا الطريق، طريق الوطني رقم 6، لأنه في علاقة كبيرة بين سعيدة وبين معسكر، علاقة اجتماعية، علاقة اقتصادية. ولاية سعيدة كانت فيما مضى تابعة، يعني هي ومعسكر ولاية وحدة، ولذلك لابد أن نزيد نربط هذه الصلة بازدواجية هذا الطريق. سنواصل كذلك مجهودنا في استكمال الدراسات نتاع المنافذ نحو طرق السيارة شرق غرب، فيه دراستين عن طريق بن عباس الأولى والثانية عن طريق معسكر. الطريق السيارة شرق غرب المنفذ تاعو ما بين معسكر إلى مرورا بسيق ويتربط في الطريق السيارة شرق غرب حتى السيق، إن شاء الله سيتم تدشينه ويدخل في الخدمة عن قريب. يبقى إلى غاية معسكر الأشغال تتطلب على الأقل سنة ونصف، ولكن
يشوفوا باللي تقرب هذا الطريق المنفذ تقرب الى سعيده، ولذلك نستكمل الدراسات. هذا المنفذ هو محور اساسي في المخطط الوطني للطرق الوطنيه والطرق السريعه، يعني موجود في المخطط الوطني، سنصل له يوما ما لا محاله، ولكن وفقا لتحسن الوضع تاع البلاد في انتظار ذلك رانا نستكمل في الدراسات مع مكتب الدراسات سايتي، وشفنا صباح العروض. نستمر كذلك في تطوير، خلينا اليوم جملة من القرارات باش ندعم القطار ما بين السعيدة وما بين وهران. رانا درك نمشيو بقطارين ما بين سعيدة مولاي سليسن ووهران من نهار دخل في الخدمة هذا الخط. وحسب الإحصائيات تاع الشركة الوطنية للنقل بالسكة الحديدية، يعني هذا الخط فيه مردود كبير وفيه إقبال كبير من المواطنين، فيه تنقل كبير بين سعيدة وبين وهران والعشية من وهران نحو سعيدة. هذا الشيء يدفع الشركة إلى التفكير منذ الآن في إمكانية إضافة قطار آخر على هذا المحور. سنركز مجهوداتنا خلال 2019 حتى نستكمل